وصلنا لفقرتنا التالية. وصلنا لفقرتنا الطبية ليار، رح نتعرف فيها سوا على تاريخ ظهور واستخدام زراعة الأسنان وأنواع الزراعات الخارجية والداخلية والمتقدمة والمتأخرة أيضا، وإمتى نحن فينا نلجأ لزراعة الأسنان وإمتى ممكن تكون ضرورية وممكن تكون ما إلى داعي. أكيد كل هاي التفاصيل رح يجاوبنا عليها الدكتور إبراهيم تركماني، اختصاصي بتجميل الأسنان والتعويضات الفكية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. صباح الخير سوريا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. طبعا الدكتور والأستاذ الجامعي، أهلا وسهلا فيك. يا رب. شكرا. يعني بالبداية هيك خلينا نحكي عن تاريخ زراعة الأسنان، إمتى بلشت وكيفية تطورها. يمكن هلأ بل نحن بال 2023 صارت يمكن شغلة كتير سهلة مع التطورات يلي حدثت على زراعة الأسنان. حقيقة وقت اللي بنحكي على موضوع زراعة الأسنان كانت بفترة من الفترات هي رعب حقيقي أمام أطباء الأسنان تحديدا، لكن بعدين صارت جزء من ثقافتهم من علمهم وصارت جزء من ممارستهم اليومية. يعني إحنا وقت اللي بنوصل على 2023 فبنحكي على موضوع أنه كل عيادة فيها زراعة أسنان، وبالتالي هي صارت من المعالجات يلي بيمارسها أطباء الأسنان بشكل تقليدي ومثل أي معالج تاني. منين اجت الفكرة تبعت زراعة الأسنان بالبداية وكيف فكروا وكيف وصلوا له الفكرة لنقول تكون شعبية أطباء الأسنان بيستخدموا هالعلاجات؟ بالبداية كانت الفكرة أطباء الأسنان عانوا ما عانوا من أجل تثبيت الأجهزة المتحركة بالفم. فحقيقة هي الفكرة اللي كانت بدأت بموضوع الزراعة، والفكرة اللي الأولى كانت أنه يفكروا بطريقة ميكانيكية. فأطباء الأسنان بيستخدموا دائما مهارات يدوية، وبالتالي راحوا لفكرة أنه دائما نحن نعمل شيء. فأول فكرة كانت أنه لتثبيت الفك السفلي هو أنه يحطوا صفيحة تحت العظم وطالعوا منها برغيين ويجتازوا العظم للجهة الثانية وشدوا مثل البرغي، وهي الفكرة الميكانيكية اللي كانت، وهي فكرة مقبولة ورائعة جدا كانت بهذيك الفترة، وهي اللي بلشت تعطينا بعد بالعملية لفهم أطباء الأسنان النواحي التشريحية، لأنه بالمنطقة بمقدمة الفك ما في أعصاب تخترق هالمنطقة هاي، فاستغلوا الفكرة التشريحية وقاموا عملوا ثقوب بالعظم وقدروا يوصلوا للجهة المقابلة وحطوا تعويض جيد. لكن حقيقة بمرور الوقت اكتشفوا أنه هذا أمر غير منطقي وغير سليم ولازم يطوروا، وبالتالي يعني في اختلاطات مهمة، لكن الفكرة ميكانيكية هون أنا اللي بدي أكد عليها. لحتى إجا حدا بطريق الصدفة وبطريق يعني الشيء الغريب بريمارك. بريمارك هو عالم بالسويد، افتقدناه بالعشر سنوات الأخيرة، لكن بالستينات كان عنده فريق مهم جدا من الأطباء والممرضين والمساعدين بشكل كتير كبير، وعم بيهتموا بالبحث العلمي. وهي الفكرة اللي أنا يعني بدي أحكيها، هي إنه نحن نحترم أي خطأ بصير ونطوره لصالحنا، أو أي شيء بصير هفوي ونطوره لصالحنا ونطور عملنا بنفس الوقت. بفريق بريمبارك كان في عندهم يستخدموا المجاهر، والمجاهر تستخدم مادة التيتانيوم عند حمل العدسات اللي بتدرس العينات. فإحدى المساعدات تنسى، وهي بأدبيات الطب موجودة بمذكرات بريمار، أنه نسيت لأشهر الضلع ملاصق للعدسة وهي كانت عم تدرسه ونسيت هيك، الله أنساها الموضوع ليخدم بلده ويخدم العلم حقيقة. فهني من السويد، فجاب جمع الفريق الطبي وقت قالت له المساعدة أنه أنا ما عم ينفصل عن المعدن، فقال لهم هاي بالستينات روحوا ادرسوا الموضوع اعملوا مقاطع وخلينا نبحث. وهون رؤية العالم، رؤية المخترع المبدع. فالإنسان المفكر بفكر بطريقة فيها مشكلة صارت عنده، ما أنه يعني يعاقبها إلى أو يعني اتهمها بالإهمال، بالعكس أخذ الموضوع بمنحة تاني تماما، وهي فكرة جدا مهمة، وراح درسها بشكل علمي وأخذ الأطباء التانين يعملوا مقاطع بهالنواحي هاي.
فلقوا لاحظوا شغلة غريبة جدا انه العظم مع هالمعدن هذا تلاقوا بطريقة ما لا مثيل من قبل مدار سينا. فراحوا سكر على الموضوع، ضلوا عم يعملوا أبحاث لمدة 10 سنوات. ببداية السبعينات راح أظهر أول مقالة أو بحث علمي ونشروا وقال إنه نحن لاحظنا في بعد البحث العلمي والتجارب لفترات طويلة إنه في حالة أو ظاهرة بتصير بين العظم وبين مادة التيتانيوم اللي هي معدن نقي، وبالتالي بصير في شيء اسمه لأول مرة بيدخل بمصطلح طبي بقول عنه أوسيو انتجريشن، سميناه نحن باللغة العربية مصطلح الاندخال العظمي، ومن هون اجت فكرة الزرع ونقلنا كأطباء أسنان من حالة التفكير الميكانيكي للزرعات لأنه نروح للتفكير بالظاهرة الفيزيولوجية الأوسيو انتجريشن، وبالتالي انتقلت شكل الزرعات كلها بأشكال متنوعة. طبعاً بدأت بالشفرات وبعدين وصلت للشكل الأسطواني أو البرغي اللي نحن بنقول عنه ومندخلها بقلب العظم، ومن ثم نجحت أنه تعمل نجاحات أكثر من 99% بكثير من الدراسات وبكثير من الدول. وبالتالي يعني نحن بنقول بكل أمانة إنه الزرع اليوم يحقق نتائج ممتازة جدا ليس على مستوى فقط بلدنا وإنما على مستوى العالم. العالم صحيح. طبعا هذا الانتقال يعني أنا بدي أكد على الفكرة الطبية اللي انتقل لأطباء الأسنان، وبالتالي صار في مفهوم إنه يتعاملوا مع العظم بدقة أكبر وبشكل جيد وينتقوا الزرعات الجيدة. حتى عم نشوف انه كثير اشخاص عم تلجأ للزرع كمو علاج كتجميل، يعني عم يستغنوا عن الزيركون وعن الفينير اوقات وعم يلجأوا فورا للزرع، فهذا الشيء اكيد يمكن يكون له شوية مخاطر او اثار سلبية بدون ما يكون علاج، او هو مضطر، او امتى ممكن الشخص يضطر لحتى انه يعمل زرع؟ هلا انا بدي اقول انه دائما خلينا نقول وبالمطلق الاسنان الطبيعية هي الشيء المهم اللي لازم يحافظ عليه الإنسان شو ما كان الأمر، لأنه السن الطبيعي هو المكونات والشكل التشريحي اللي لا يمكن للإنسان مهما كان وصل من العلم والقوة والبحث أنه يتجارى تماماً مع السن الطبيعي. وخلينا نقول يعني أنا برأيي حتى الآن لم نستطع أن نوجد سن طبيعي، يعني زرعات فرضان ممكن هذا الكلام يصير بالمستقبل على موضوع الخلايا الجذعية تعملنا أسنان طبيعية أوكي، بس أنا عم بحكي على المواد الصنعية حتى الآن، يعني مشان أنا أكون علمي بالطرح ما بنقدر حتى الآن نجاري هذا الموضوع. فإذا لازم يعني ننتبه أنه نحن وقت بدنا نختار لازم لا نكون الخيار الأول المحافظة على الأسنان الطبيعية بخطة علاجنا ونقاشنا مع طبيبنا. فالموضوع بالنسبة لنا الأسنان الطبيعية هي الأساس. هلأ إمتى أنا بروح بحل لموضوع أنه بكون مع الزرع؟ حقيقة أنا بكون مع الزرع بحالات فقد الأسنان، يعني بفقد الأسنان أنا بقول أنه لازم يكون الخيار الأول هو خيار الزرع. ليش؟ هذا السؤال يعني كمان يعني من حقنا نسأله ونعرف لماذا الزرع الخيار الأول؟ لسبب كتير مهم. أول شيء بحافظ لي على العظم بالمستوى اللي هو موجود. اثنين، وهذا الأهم يمكن بالنسبة لكثير من المرضى، إنه بيمضغوا الطعام بالقوة نفسها اللي بيمضغ فيها الأسنان الطبيعية، وبالتالي يعني نحن أمام حالة صحية بالنسبة للمريض كثير مهمة. يعني نحن وين توازن الصحة عنا الهضمية؟ تبدأ من الفم، وبالتالي إذا صار في خلل بمضغ اللقمة الطعامية وعدم بدء الهضم بالحفرة الفموية رح يكون في مشاكل بالأمعاء والمعدة. طيب تجميلياً دكتور يعتبر الزرع هو أأمن شيء؟ من الناحية التجميلية حسب وضع المريض. يعني الموضوع بالنسبة لنا من الناحية التجميلية حسب وضع المريض وحسب الحالة، لكن الزرع ينجح بالتجميل لسبب إنه
في الزرع هو قسمين، قسم بيكون بقلب العظم، والقسم الثاني يلي هو القطع اللي بتنحط بالفم وهي يلي بتحمل التعويض، وهي في شركات متنوعة بتعطينا خيارات للتعويض كتير جيدة، وبالتالي يمكن انه نختار نوع من الزرعات تتناسب تجميليا مع المريض، وهذا الشيء ما بيعرفه المريض. يعني حقيقة هي الأطباء هن يلي بيعرفوا هاي الموضوع. نعم دكتور إبراهيم، خلينا نحكي شوي هيك ونعرف كل حدا عم يتابعنا، ليش لما يقولوا زرع يعني كتير مصاري، يعني كتير غالي، يعني مو كل حدا فيه يعمل زرع لأسنانه، في ناس بتضطر أحيانا تعمل زرع. خلينا نحكي نوضح، هل هي التعويضات بتكون هي من شركات غير موجودة بالبلد، ولا هي صناعة بالبلد، ولا هيك؟ خلينا نتعرف على مواد الزراعة، ليش هي بتكون يعني ما أي حدا فيه يعمل زراعة بأسنانه. خلينا نقول إنه نحن صناعة زراعة الأسنان الزرعات هي مقتصرة على عدد من البلدان بالعالم فيها شركات يعني ذات رقي، وبالتالي يعني إذا بدنا نقول في محدودية، ما كل الدول قادرة إنه تصنع الزرعات، لسبب إنه نحن هذا المعدن التيتانيوم الحصول عليه مهم، طريقة التعامل معه بالمعالجات يلي بيخضع لها السطوح تبعتها والمعدن، والنقطة الثالثة يلي هي تعقيم هذا المعدن ليطلع من مكان تصنيعه ليوصل للحفرة الفموية، مكان حفرة الزرع، بشكل عقيم 100%، وهي حقيقة تحديات بالصناعة، وبالتالي في درجات اقتصادية بتختلف مثل أي منتج تاني بالعالم. نحن نشوف أنه كل منتج في له قيمة اقتصادية، وهي بتفرض الدولة أو الشركة يلي تابعة لدولة معينة إلى اقتصاد قوي، وبالتالي يعني لحد الآن نحن ما عنا كصناعة صناعة. نحن نتمنى حقيقة أنه وهي لغة مهمة جدا، مع أنه كل دول العالم تجي بتصلح صنانة بسوريا لأنه أرخص. نحن بدنا نقول بشيء مهم جدا، أنه نحن المهارات الشخصية عند أطباء الأسنان السوريين، يعني جامعتنا نحن اللي بنعتز فيها ومنفتخر، وتقدم منتج حقيقي من أطباء الأسنان قادرين على خوض سوق العمل مباشرة وبنجاح وبكفاءة عالية، وأوجدوا سواء داخل قطر أو بالعالم كلياته أنه هدول الأطباء هن منتج مهم جدا، منتج وطني كتير مهم، عم يقدروا يأدوا علاجات مهمة جدا شو ما كانت مستوياتها وشو ما كانت الطرق يلي عم تنطرح بالمدارس العالمية، وشو ما كانت الشركة يلي عم تقدم المنتج، الطبيب السوري عم يقدر يتفاعل معها بشكل مهم جدا وعالي المستوى من أطبائنا كافي. يعني ليس لدينا نحن جامعات مثلا انه والله خيرة الأطباء بيقدروا يمارسوا، الأطباء الأوائل فقط اللي بيمارسوا، لا، نحن دفعاتنا هي بالكامل قادرة انه تتفاعل، وهي هون السر التعليم بسوريا حقيقة لطب الأسنان، انه يعني انا اشيد بالتعليم العالي كله لكن عم بحكي بمجال طب الاسنان، بطب الاسنان التعليم لدينا قادر على انه يهيئ الدفعات بكل كفاءه وحرص ليخوضوا غمار العمل بثقه عاليه جدا، والمنتج موجود ومطروح كطبيب اسنان قوي. وبالتالي يعني نحن وقت اللي بنحكي على انه يا ريت انه يصير في عنا صناعه تتوازى مع الكوادر هاي، فبتكون أمنية بالنسبة لنا، وإن شاء الله تتحقق الدخول لسوق العمل من سياح بيجوا لعنا بقصد السياحة الطبية، هن بيجوا للكفاءات حقيقة أولا لأنه المنتج موجود خارج سوريا وداخل سوريا، وبالتالي هن بيقصدوا أنه الكفاءات الطبية، لأنه الزرعة نوعين، خلينا نقول نوع انه اختار زرعه جيده، والنوع انه اختار طبيب جيد، وبالتالي بيقصدوا سوريا فهن عارفانين انه جمعوا بين الطبيب الجيد والمنتج الجيد. هي نقطه كثير مهمه بالنسبه لنا، وبالتالي انا بدي اقول انه يعني اطبائنا ما دام بيجيدوا كل الانواع، شو هي الانواع يلي عما يتعاملوا مع حقيقة أطبائنا بسوريا وبدمشق تحديدا عم يتناولوا عدة أنواع، يعني يمكن ما في نوع بالعالم
من الزرعات اللي موجود بأطبائنا بيقدروا يشتغلوا معه يعالجوا مرضاهم من خلاله. الزرعات حقيقة بيكون ممكن يكون في إلى نوعين، نوع ياخذ وقت 3-4 شهور لحتى بعدين يصير التعويض. هي نفس الزراعات المتقدمة والمتأخرة؟ بالضبط. فيعني هلا نقول انه نحن فورا فينا نزرع هلا ونستنى لبعد 3-4 شهور لنعوض، لانه التيجان هي اللي بدها تكون مكان الاسنان تعويض عنا بدها الوقت هذا، لانه بتكون هاي الزرعه يعني معالجه بطريقه تسمح للاوسيو انتجريشن او الاندخال العظمي انه يتم خلال هالثلاث شهور تمام او 4 شهور حسب شكل العظم، لأنه العظم بالفك السفلي بيختلف عن الفك العلوي. وفي عنا شيء هو لا، في زرعات عاملين معالجة إلى وعما تسمح للأوسيو انتجريشن أنه يباشر مباشرة ويعمل ثبات بالزرع مباشرة، وهي اللي بنقول عنها الزرعات الفورية. يعني أنا خلال أسبوع بكون زارع ومعوض ومخلص من المريض بالطبيعة خلال أسبوع. طب دكتور قبل ما هيك نختم مع حضرتك، هل مع كل العالم تزبط الزرعة ولا في أجسام ما بتتلاقى معها وهو الأفضل أنه ننطر نحن 3 شهور لحتى نحن نعرف إذا جسمنا تلاقى مع هالزرعة ولا لا؟ هو عوامل فشل الزرعة في كتير من العوامل، لكن نسبة النجاح العالمية واللي محققة هي أكثر من 99% صارت، وبعض الزرعات 98%. فحسب نوعية الزرعة بصير، وحسب الطبيب، وحسب الظروف اللي عم ينشغل فيها، وحسب المريض. يعني أحيانا العامل إنه أدرس المريض من الناحية الصحية العامة كتير مهم. في لازم تحاليل يعملها في شيء طبيعي. هلا في موضوع أهم شيء إنه ما يكون في عنده سكري. هذا الشيء اللي بيأثر عنا بمجريات التفاعل مع العظم. وبالتالي الموضوع السكري هو المضاد للاستطباب، إلا بحالة واحدة إنه يكون المريض السكري التراكمي عنده منضبط بشكل جيد ويتعهد إنه يضل متابع بانضباطية السكري التراكمي، وبالتالي بتصير الأمور جيدة ما عنده مشكلة. لكن خليني أنوه وأقول إنه هالنسبة 1% واردة جدا، وما حدا فينا يضمن أي عمل طبي 100%، لأنه دائما العمل الطبي في جوانب نحن بنجهلها. ممكن يكون عند المريض امراض نحن ما توصلنا لها او ما عرفنا لها، لكن عالميا حقيقه فوق 99%. طيب ونوع الزرعه كيف بده يعرف هلا هي المريض؟ يعني انه اكيد رح ينعرض عليه عده منتجات، لانه قلت حضرتك انه متوفر عندنا عده انواع، ولكن سريعا دكتور كيف فينا نحن نقول هي بدنا اياها وهي لا؟ هو الطبيب أنا برأيي. أوكي. وليس المريض، لأنه أوكي. الطبيب على دراية بالزرعات اللي عم يعمل بها، وبالتالي ممكن يقدم النصح للمريض من خلال شو الحالية اللي عنده إياها، شو اللي بيناسب، وشو الوضع الاقتصادي الممكن. أوكي. الفروقات الاقتصادية اللي بتصير أحيانا بتكون. لكن أنا بدي أقول وبشكل عام تعقيبا، ليكن الناس مطمئنين انه الزرعات كلياتها اللي موجوده هي اخذه موافقات من وزاره الصحه تاكيد، وتعمل بشكل قانوني، وبالتالي مضبوطه من الناحيه الصحيه، وبالتالي الامر ما في ابدا يعني الا الاستطباب يلي بشوفه الطبيب. اكيد بدنا نتشكر حضورك معنا لليوم الدكتور ابراهيم تركماني، وايضا الاستاذ الجامعي. شكرا لك على كل المعلومات يلي قدمت لنا اياها. شكرا لحضراتكم. شكرا دكتور. شكرا.